ما حكم العيد الوطني أو ما يسمى التحرير وغيرها من المسميات؟ عيدان للمسلمين فقط، عيدان للمسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، ولا يجوز أن يحتفل بغير هذين العيدين. ويسمى الجمعة عيد المسلمين لهم يجتمعون فيه ويعود كل أسبوع، لكن ليس للمسلمين أن يحتفلوا بغير هذين العيدين، خاصة إذا كان يتكرر. وخاصة الآن نرى مثلا عندنا في الكويت الحين الاحتفال بالعيد الوطني أكثر من الاحتفال بعيد الفطر، أكثر من الاحتفال بعيد الأضحى. يعني تشوفون الشوارع، تشوفون هذا، تشوفون حتى الناس الله المستعان يحتفلون بهذا اليوم أكثر من عيد الفطر وعيد الأضحى، والمحلات تنزيلات وكل شيء، كل هذا من الباطل، لا يجوز هذا الأمر الله المستعان.